يقول ذبح لقد نذرت لله تعالى بأن أذبح ذبيحتين لوجه الله، إذا تحقق لي أمر ما وقد تحقق هذا الأمر، هل علي هذا النذر وماذا يكون؟ أذبح كبشا أو باعز؟ وهل يعطى جزءا منه للأصدقاء؟ تذبح ما نذرت، تذبح الذي عينته للنذر. إن كان نذرت شاتين فإنك تذبح شاتين أو خروفين من الضان، تذبح من الضان وتوزعها على الفقراء، إلا إذا كنت نويت أنك تأكل منها وتعطي أصدقائك منها حسب النية. أما إذا لم تنوي أن تأكل منها ولم تنوي أنك تعطي أصدقائك إنها يجب صرفها كلها للفقراء. نعم.